السلام عليكم صحباتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار خواتاتي بغيت ندير معاكم كران، ومهم هذا كران ديال المنطقه الشرقيه، واللي ما يعرفوش هذا كران يتصاوب بالدقيق نتاع الحمص. هو غادي نديرو معاكم، بغيت نديرو الكوتي وبغيت نشارككم معايا الطريقه ديالو كي ندير له. ماشي ما فيش شي حاجه صعيبه، المهم غير حنا بدك المهم بحال نقولوا اكله شعبيه وكاع يبغيوها الناس. بسم الله نبدا معاكم. عندي هنايا يترو ديال الماء، وعندي 6 ديال المعالق ديال الكران، هكا يكونوا هكا معمرين 6، وعندي واحد القبيسه ديال الملح، وواحد الرشيشه ديال الزيت على حساب 3 ديال المعالق ديال الزيت. تابعوا معايا وغادي ان شاء الله نوريكم كي ندير له. غادي نجيب شي حاجه هكا تكون كبيره بحال هكا باش تهز لي وتعاونني للتخلاط بحال هكا. غادي نبقى ندير غير بشويه هكذا باش ما يديرش دوك العبوزات لداخل ويعذبك في الخدمه. غادي نرمي فيه هذيك الملحه، نديرو غير واحد شويه ديال الملح على حسب غير راس المعلقه، لان ماشي مشكل واخا حتى يجي شويه خاصو الملح، ماشي مشكل نديرو له من الفوق، اللهم نديرو من الفوق خير ما يكون المالح ويضيع. وغادي نكوماسي نخلط وغادي نشوف واش غادي يخصني الماء ولا ما يخصنيش. وهكذا هكا خواتاتي نستمر في التحريك هكا حتى يتحيدوا كاع دوك الفوق دوك العبوزات اللي غادي نديرهم، ونزيد عاوتاني بحال هكا. كل مره نزيد الماء وفي نفس الوقت عاوتاني نزيد هكا، نزيد هذاك الكران. المهم اللي ما يعرفوش كما قلت لكم هذا الدقيق ديال الحمص، كاين اللي يدير فيه البيض، كاين انا ما نديرش ما ندير فيه لا بيض لا والو، نديرو هكذاك طبيعي. هكذا حتى نكمل كلش. خليكم معايا خواتاتي نخلطوا ان شاء الله ونرجع لكم. هيا خواتاتي من بعد ما خلطتوا، اللي عنده داك الباتور ديال الضو من الاحسن يستعمل هذاك باش يساعدك في الخدمه وفي السعي تخلط بلا ما دير هذاك ديال اليد بحال هذا، لان خاصو تخلط بزاف وغادي يعييك. الا كان عندك ديال الضو ديري ديال الضو. فهاد انا فهاد اللحظه عاوتاني ها راني دهنت مع دهنت البلاطو ديال اللي غادي نديرو فيه. المهم انا عندي هاد الحجم هكا، غادي نديرو غير قد على هاد فهاد المول هذا، دهنتو بالزبده لان الزبده ما تخليش يلصق. المهم اخواتاتي هادي غير هادي الفكره انا اللي بقيت نديرها. في الاول كنت نديرو كبو ديريكت كان يلصق، بصح ملي بقيت ندير له الزبده ما بقاش يلصق، يتقلع بسهوله. ها هي غادي نخويه. وغادي نجيب هكا شويه الزيت في هذه اللحظه الفران، ملي تكوماسي تخلطي فيه والفران يكون شاعل، من يكون شاعل المهم الحراره تكون عاليه، ماشي الحراره ماشي بحال من نطيبوا فيها الخبز ولا نديروا كيكه، تكون الحراره عاليه على الطياب اللي نطيبوا عليه الخبز. هكذا وغادي ندير غير واحد الرشيشه ديال الزيت هكا ماشي بزاف، غير باش تعطينا داك القشره وداك الوجه الاحمر ديالها. واللي ما بغى ما يديرش الزيت ما يديرهاش، عاوتاني اللي يبغي ديك القشره يديرها. المهم خليكم معايا خواتاتي كي غادي يطيب نرجع لكم. ها هو خواتاتي الطبق وجد معنا، وهو الطريقه ديالو كي تجي دايره، وبضروري ان يكون مع بريده. حنا عاده في المغرب نعوضوه ببريده، درك ما كانش بريده عوضتو بالعصير، وكاين اللي ما يكونش العصير نديرو اتاي، وضروري خص يكون معاه الكمون والملح وشويه الحار، ضروري الهريسه عاوتاني تكون والباغيت. المهم الطريقه ديالنا حنا درك اللي عاده نستعملوها، هذه الطريقه ديالنا اللي نديروه فيها. ضروري خص يكون الباغيت، الا ما كانش الباغيت ما غاديش يجي زين.
هيا خواتاتي، كما قلت لكم قبيله داكشي علاش انا ندير له الزبده. ها هو كي نهزو من التحت ها ما يبقاش لاصق في الصني، هادو كاع الشرقيين غادي يعرفوا هاد الاكله. وشويه الحار، هادو ليا كل الحار، نديروا له شويه الحار، ما نبغوش نديروه فيه لان كاين الوليدات اللي ما ياكلوش الحار. واحد الرشيشه ديال الكمون، ويلا اللي خاصو الملح يزيد الملح بطبيعه الحال هكا مع واحد كاس بارده. ايوا ان شاء الله ديروه وتاكلوه بالصحه والراحه. يلا الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوناش بلي لايك، وما تنساوناش بلي جام لايك. هو تا ولدي راه يقول لكم لايك.